الدار الأخبار يرصد لكم الآن الوضع الصحي شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت الإدارة الذاتية الكردية وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا المرض يتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التابعة للأكراد، والتي ناشدت المنظمات الدولية تقديم الدعم لمواجهته. وبحسب المرصد السوري، فإن انتشار المرض جاء بعد توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر 3 الماضية، مما أدى إلى تلوث المياه. للمزيد ينضم إلينا من القامشلي مراسلنا هجار. السيد، أهلا بك هجار. يعني ما مدى انتشار المرض، وإلى أي درجة هو بالفعل مرتبط بعدم تزويد مادة الكلور؟ نعم، بالفعل هناك انتشار كثيف لمرض الكوليرا، وخاصة في منطقة الرقة، وذلك بعد توقف جريان نهر الفرات. وهذا هو السبب الرئيسي الذي قاله لنا، أكدوا لنا الأطباء في مدينة الرقة. تأتي هذه بعد فقدان جريان نهر الفرات وانحسار مياه نهر الفرات، لأن منطقة الرقة تعتمد بشكل كلي على مياه نهر الفرات، وبذلك يعتمدون على المياه نستطيع القول بأنها مستنقعات لذلك، وهي السبب الرئيسي في انتشار الكوليرا. وأيضا هناك انتشار مكثف في منطقة الحسكة، أي نحو 1 مليون شخص يعتمدون على مصادر مياه غير معروفة، وذلك بعد توقف محطة العلوك عن تزويد نحو 1 مليون شخص في محافظة الحسكة. هناك انتشار كثيف بحسب الأطباء في مدينة الحسكة وأيضا في الرقة، وأيضا هناك حالات في دير الزور، كما أعلنت هيئة الصحة بوفاة 3 أشخاص بمرض الكوليرا في مدينة الرقة وريف دير الزور. وهناك أيضا إصابات، وبحسب الأطباء هناك حالات اشتباه في أيضا انتشرت في مدينة القامشلي. نستطيع القول بأن الكوليرا انتشر بشكل كثيف في مناطق شمال شرقي سوريا، وخاصة في منطقة الحسكة وأيضا في الرقة. وبذلك ناشدت الإدارة الذاتية وهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري للقيام بالإجراءات. وبحسب المعلومات بأن الإدارة الذاتية لم توزع حتى هذه اللحظة مادة الكلور على خاصة في مدينة القامشلي على محطات المياه في تلك المنطقة. ويؤكد الأطباء بأن المصابين يعانون بالقياء والإسهال، وحالات الوفاة أغلبها يكون بين الأطفال، بينما المصابين الرجال أو نستطيع دون سن البلوغ يعانون أمراضا ولكن ليس بمستوى الأطفال، وهناك حالات وفاة بين الأطفال، وهناك أيضا بمشافي الرقة ودير الزور العديد من الأطفال في المشافي. نعم، سنبقى على اطلاع منك عن أي تفاصيل أخرى من القامشلي مراسلنا هجار. السيد، شكرا لك هجار.